دعاء جويش، انت مؤسسة The Hair Addict، وبصراحة انت قدرتي تحولي جروب على الفيسبوك من هو مجرد جروب لحاجة كبيرة جدا، لبراند، براند بيمكن الستات كده ان هي تبقى حاسة كده هي واثقة من نفسها. انا بقى عايز اعرف يا دعاء ايه رأيك في الفيديو ده بعد ما شفتيه كده على بعض؟ ازيك يا شيرين، عامله ايه؟ انا مبسوطه قوي ان انتوا معانا هنا النهارده. احنا اكتر بجد بجد منورين، ومبسوطه ان انت بالذات اللي موجوده معانا النهارده. ميرسي. لان انا لما ابتديت الكوميونتي او الهير ادكت في 2016 وكنا بنحمس الناس ان هي تبتدي ذا هيت فري تشالنج، وبنقول لها يا جماعه ما في ناس حلوه اهو سايبه شعرها على طبيعته، كنا بندور على بابليك فيجرز نخليها رول موديل للناس. والبابليك فيجر الوحيده اللي انا لقيتها سنه 2016 في مصر سايبه شعرها على طبيعته هي شيرين حمدي. فانتي سقفه كبيره جدا يا جماعه شيرين، ونقول لها شكرا ان انت ساعدتينا اول ما بدانا الكوميونتي ان احنا نحاول نقنع الناس انه في ناس اهو موجوده وشعرها حلو وشكلها زي الفل. فانا مبسوطه جدا ان اون تي في معانا النهارده، ستايل توك معانا النهارده، ومبسوطه ان انت بالذات اللي معانا. Thank you so much يا دعاء، ده شرف ليا والله اني بسمع الكلام ده، ومبسوطة وفخورة ان انا النهاردة معاكي بقى بستايل توك. دعاء، انت اول ما ابتديتي الجروب ده على الفيسبوك كان مجرد جروب، وبعد كده تحول لجروب بيخلي الستات تبقى واثقة في نفسها ولبراند. انت من الاول اما ابتديتي الجروب ده كان ده الهدف منه، ولا كان عندك هدف تاني وبعدين تطور شوية شوية؟ بصي، هو بدأ كهواية. انا كنت بهتم قوي ان انا اقعد احط حاجات طبيعية على شعري عشان اعالجه من الحرارة. عمري ما كنت فكرت او تساءلت ان انا ابطل حراره، كنت دايما بفكر ان الحراره بتاذيه وانا لازم احط حراره عليه، لازم استخدم سشوار وكل الكلام اللي بنستخدمه ده، فعلشان ان انا اقلل من الدامج واقلل من التلف لازم احط عليه حاجات طبيعيه. فكانت هوايه عندي ان انا اخلط حاجات طبيعيه، بجيبها من العطار، بجيبها من اي محل بيبيع الوفيرا جل، بيبيع زيوت، اقعد اخلطها في البيت واحطها على شعري. وبعدين قلت طب واي نوت ان انا ابدا كوميونتي او ابدا جروب على فيسبوك زي ما الناس التانية كلها عندها كوميونيتيز على الفاشن وعلى الميك اب وعلى الدايت، طب واي نوت ان انا ابدا حاجه عن الشعر. برافو عليك. فابتديت اشارك بكل الوصفات اللي انا كنت بخلطها في البيت، وعلشان انا كنت دايما بقرا مقالات علميه وكده كنت دايما بجاوب على الناس بطريقه علميه، وكان دايما لما حد بيسال سؤال وانا ما اعرفش اجابته كنت بروح اريسيرش وابص وارجع اجاوب. والحمد لله الجروب كبرت بسرعه قوي، يعني حوالي 3 4 شهور وصلنا ل 5000 ممبر، 5000 عضوة. وبعدين بعد ما بدأنا بفترة كنت انا باخد كورس في انجلترا وما كنتش بسشور شعري، فقلت طب اي اكتر حاجة مضرة للشعر اصلا هي الحرارة، طب ليه ما نعملش حاجة اسمها هيت فري تشالنج؟ وحتى ساعتها طلبت من بنت اختي اللي تعمل الهاشتاج عشان يبقى حاجة كول، يعني ليه ما نبتديش حاجة اسمها هيت فري تشالنج ونبطل اكتر حاجة مدمرة للشعر؟ المشكله بقى ان احنا لما بدانا الموضوع ده لقيت كميه مقاومه غير طبيعيه على الكوميونتي. لا احنا ما نقدرش نعمل كده، ازاي ننزل في الشارع؟ لا 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 والله، ازاي في 2016 ها سوري في 2016 في 2016 لدرجه ان انا ما كنتش خدت بالي ساعتها ان احنا بنعمل شعرين عشان خاطر الكوميونتي. احنا يعني ما كنتش واخده بالي ان احنا يعني سكروتينايزد او الناس بتتريق علينا قوي كده، ان احنا خايفين قوي ان احنا نطلع بشعرنا الطبيعي. فالصراحة استفزيت قوي وحسيت طب احنا ستات مستقلات we make our own living، بنشتغل بنكسب فلوس accountable على كل حاجة بتحصل في حياتنا، نيجي بقى على الشعر ونبقى خايفين من الناس هتقول ايه؟ فا I took the challenge وقلت طب هنبدأ بقى الهيت فري تشالنج، وخدته بجد. وأول حاجة عملتها زي ما كنت بقول من شوية ان انا جبت صور لبابليك فيجرز، كنت انت الوحيدة في مصر، وابتديت احطها على الكوميونتي واقول يا جماعة ما الناس شكلها حلوة اهي، حتى شوفوا شعرها بقى صحي ازاي لما سابته طبيعي. وكان عدد الناس اللي سايبين شعرهم طبيعي قليل جدا جدا في مصر، فطلبت منهم ان هم ييجوا تو جوين ذا كوميونتي، حتى ما كانوش ساعتها على الجروب، وييجوا ويشاركوا رحله شعرهم الطبيعي وازاي ان شعرهم لما سابوه طبيعي ابتدى يبقى صحي وابتدى يبقى شكله حلو قوي.